وإلى عالم الرياضة، فقد أحرز العملاق ليبرون جيمس 32 نقطة ليقود لوس أنجلوس ليجرز للفوز ب 95 نقطة مقابل 86 على بوتا جاز في بداية مشوار الفريق على أرضه بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. ومرر جيمس 10 كرات حاسمة لزملائه، كما أضاف أنطونيو ديفيز 21 نقطة ومنع 5 محاولات للمنافسة واستحوذ على 7 كرات مرتدة.